السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عارف اقول وداعا للموتوسيكلات الشعبي ولا اهلا باقوى وافضل سكوتر في الفئة الشعبية والمتوسطة من شركة فيجوري. شركة فيجوري نازلة بتصميم خطير وامكانيات ومواصفات مش عايز اقولك، يمكن افضل سكوتر حتى الان في الفئة الشعبية والمتوسطة من حيث المواصفات والكفاءة والجودة والسعر. هتقولي طيب في ايه جديد؟ السكوتر انا شايفه قدامي. اقولك طب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. واحدة واحدة كده. اول حاجة المحرك ده، السكوتر ده بيحتوي على محرك رباعي الاشواط 200 سي سي، يعني قوة وعزم وسرعة ممتاز. طبعا على كتينة 2 صباب كاربراتير مش انجكشن، تبريد هواء. هتقول لي ايه الجديد؟ اقولك لا، تعالى بقى واحدة واحدة استعرض عضلات السكوتر ده معاك. اول حاجة انا معايا المحرك ده هيطلع لي 15 حصان، يعني معايا سرعة وقوة فوق الممتاز، كمان اسرع سكوتر في التجميع في مصر كلها في الفئة الشعبي والمتوسطة. يعني ايه اسرع سكوتر في التجميع؟ يعني انا عندي معروف ان التجميع بتاع السكوتر بيبدأ متأخر شوية عشان نقل الحركة من الامام للخلف بياخد وقت وبياخد نسبة فقد حركة اعلى من الموتوسيكل. لا انا عندي هنا نسبة فقد الحركة بسيطة جدا وضعيفة جدا. هتقول لي ايه السبب؟ هقول لك لان انا عندي الكليتشات الامامي والخلفي برند ايطالي 100%، بل مواصفات المحرك كاملة الخارجية والداخلية ايطالية 100%، نفس طبعا يعني حاجة عالية جدا. طب في حاجة تانية بقى، الناس اللي هتقول لي طب قطع الغيار، ما هي برند ايطالي ونازل في مواصفات صيني، طب قطع الغيار هنلاقيها ولا مش هنلاقيها؟ اقول لك قطع الغيار هي تيبيكال اللي في الاس تي واللي في الفيستا الكيوي، فعشان كده قطع الغيار مش هتقلق معاها. يبقى انا عندي مواصفات المحرك فوق الممتاز. طيب ايه تاني؟ هقول لك كمان نازل لك كتل مضيئه، تمام، كتل مضيئه. العداد 17 انش، الوان ممتازه، عداد ديجيتال كامل، ونازل كمان بسكرينه اماميه وسكرينه متحركه. يعني ايه؟ يعني لها مستويات تنزلها وتطلعها براحتك، وكمان نازل كونتاكت وبصمه، يعني راحة وسهولة في كل الاستخدامات بتاعته. نازل سنسور دبوس، حساس للدبوس للحمالة الصغيرة. ليه؟ مهمته ايه؟ ميزته ايه؟ ميزته ان لو طفل قاعد على السكوتر، انت قاعد على السكوتر مش واخد بالك وحبيت تدور وكده كده مركون على الدبوس، السكوتر ما ينامش على جنبه، ما يقعش يمين شمال، ما يطلعش، ما يدورش اصلا، تمام؟ فصل حركة، فصل كهرباء، سنسور دبوس. طبعا نازل في شنطة خلفية، الشنطة حجم كويس جدا مناسب غير الشنطة اللي تحت الشلتة بتاعته، تمام. فالسكوتر كستايل كشكل اضاءة كاملة LED. خد بقى التعديل الاقوى والافخم في السكوترات كلها حتى الان، اقول لك تعديل الجنوط. جنطة امامي وخلفي 14، طبعا اغلب الجنوط هتلاقي 14 امامي و13 او 13 و13، لا هنا 14 و14. طب ده هيساعدك في ايه؟ قلنا قبل كده كل ما نزود قطر الجنطة هيزود معايا الاخف على الموتور وهيزود معايا السرعة والكفاءة على الطريق، تمام؟ فمش هياكل معايا كليتشات بسرعة، مش هياكل معايا سير بسرعة، هيبقى كفاءته على الطريق افضل واسرع، تمام كده؟ يعني هيبقى التعديل الاول في مصر من حيث الجنوط، تمام؟ يبقى انا عندي دلوقتي التجميع والمطبات ما تخافش عليها. ليه؟ عشان تعديل المساعدين، تعديل المحرك، تعديل الكليتشات، تعديل الجنوط. كمان عندي في حاجة جميلة جدا في الفرامل، عندي حاجة اسمها هاند بريك. هاند بريك اللي هو فرامل يد او امان للفرامل، وده طبعا شغال في الكتل اللي فوق عشان لو حبيت تعمل بريك للسكوتر بتاعك وهو واقف محدش يقدر يحركه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ولا حركه من مكانه. ليه؟ عشان محدش يوقعه او يقع بيه. فطبعا المواصفات اللي احنا قلناها واتكلمنا عنها النهاردة تقريبا مش موجودة في سكوتر تاني في مصر غير في فيجوري 200 سي سي اللي قدام حضرتك ده. الشنطة، الامكانيات، السرعة، الوزن، الكفاءة، الستايل، الجنوط، الفرامل، كل شيء فيه ممتازة. طبعا السعر يعتبر في اوائل السبعينات، حاجة مواصفات قيمة وخامة وجودة مقابل سعر. اي سؤال او استفسار تحت في التعليقات، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسكوتر عشان الناس اللي بتسأل نزل السوق انتشر، يعني لو عايز تحجز او تشتري او تجرب السكوتر هتتفرج عليه في اي معرض
تابع لشركة فجوري. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.